السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرات جوز الهند طرية وهشة وطعمتها طيبة. أول شي نبلش بالمكونات، بنحتاج جوز الهند وماء ورد أو عطر الورد وفانيليا وباكنج باودر وكوب سكر وبيضتين. ننتقل لطريقة التحضير. بنجيب وعاء عشان نخلط فيه، بنحط أول شي البيض، على نحن بإمكاننا نستعمل الخلاط أو نخلط على إيدنا، بس أنا أفضل إنه أستعمل الخلاط عشان السرعة. أول شي بنخلط البيض، نخلطه تماما بهذا الشكل، بعدين بنضيف السكر على شكل دفعات، ونحنا عم نستمر بالخلط. حتى يتغير لونه ويصير بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين. بعد ما امتزج مظبوط الخليط، بنجيب الفانيليا والباكنج باودر. اول شي بنحطهم، ونجيب ماء الورد. طبعا بإمكانكم تحطوا 3 أو 4 نقرات، أو إذا حبيتوا تنكهوها أكتر بتكتروا، بس أكتر من هيك لا تكتروا مشان الطعمة، يعني انتو بكيفكم اختياري، بس طبعا ماء الورد طعمته كتير طيبة، بنصح الجميع فيه. ونستمر بالخلط، خلط المزيج تمام كتير كتير يعني لحتى يمتزج، وبعدين بنضيف عليه جوز الهند على شكل دفعات حتى يصير بهذا الشكل. هون إجباري لازم نستغني عن الخلاط لأنه بيصير الخليط قاسي شوي، لازم نكمل بالمعلقة أو على الخفيف بهذا الشكل. طبعا مثل ما كنتم شايفين الخليط طري، وبصراحة الخليط بهذا الشكل صالح للأكل كتير طيب يعني، بس طبعا بنخلطه بالمعلقة منيح حتى نتأكد انه امتزج كلياته مع بعضه البعض. هاي شكل الخليط النهائي. طبعا هون بنمسك الخليط ونساوي منه أشكال على كيفنا. بنجيب الصينية اللي بدنا نستعملها، صينية الفرن، وبنجيب ورق الزبدة، بنحط ورق الزبدة. طبعا أنا حقص الأطراف الزيادة عندي عشان ما تحترق بالفرن. هيك بهذا الشكل، وبعدين بنحط الخليط، بنتركه فترة يعني لبين ما نخلص الصينية، وبعد منه بنساويه بالأشكال اللي نحنا بدنا إياها وبنحطه بالفرن. طبعا احمرار الوجه من فوق نحنا بنتحكم فيه، إما بنشغل من فوق أو بنتركه مطفي. وطبعا بنتركه شغلة 20 لـ25 دقيقة بالفرن
على درجة حرارة 200، وإذا يعني فيكن تتركوه أطول لحتى يصير مثلا شكل، يعني يختلف شكله من الأبيض للأحمر. طبعا لا تنسونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبتمنى تتركونا تعليق عن تجربتكم.